باقي بريميم ميطا اخويا. انا جبت زوم ميطا وليفا. هي شوف جبتها في الاول لاصقه قلت شي بيش بريميم ميطا بي جو زوم ميطا، ولكن هذا الموضع ديال هذا المباشر على الاداء ديال المنتخب الوطني في بريميم ميطا. حنا ما نتكلموش على التوقعات اللي قلتي البارح. التوقعات اللي قلتي البارح غتكون تال دوز زوم ميطا ويسالي الماتش. نقول لهم عموما راضي راضي على اداء الشوط الاول، خصوصا حكيم زياش يقدم واحد مرضو طيب. جميع اللاعبين بكل صراحه قدموا اداء ممتاز. زريقه تفرجي في الماتش كيفاش شكل الماتش. السلام عليكم خوتي المغاربه، كما قلت لكم البارح انه غيكون ماتش صعيب، غيكون ماتش فيه العصار كشتو كلشي. الهضره اللي قلت لكم التوقعات ان شاء الله كانت في محلها، وهذا دليل على اني عندي خبره في كوره وعندي علم بما جرى وبما غيجرى ان شاء الله. توقعات ماشي علم كعلم على من غيب انا ولا شي حاجه. المهم المباراه مشات واحد الجو زوين الحمد لله، خرج بها بحال بواحد كما عطيتكم البارح في اللايف توقعات ديال النتيجه. بريمير ميطا بيت وزام ميطا يكون بيت ثاني وان شاء الله الحمد لله. والدراري دازوا واحد الظروف قاسيه من الفيش الحراره لدرجه انهم باقي ما دخلوش الماتش، كلشي عرقان كلشي سخفان. والاولى والاخرى المغاربه كيبقاو ديما رجال. المغاربه راضيين على الاداء ديال المنتخب، راضيين على الاداء ديال المنتخب، حيت حنايا ماشي لاعبين في كاس العالم، لاعبين مع فرق طالع المستوى والعقليه نقيه، لاعبين مع العيش ميش، بنادم راه مكلخ، ربحتيه 1-0 غيهرس فيك، لعاب ساوي الملاير ديال الفلوس، غيجي واحد غيدير لك الطن ومسكين خايف على رجليه. الله يحسنهم عوانهم والبونجور ديال اللعابه المغاربه. وكنزيد نحفزكم بونجور 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 لكم كاملين ان شاء الله باذن الله، والله يسهل عليكم والله يوفقكم. كيخو غادي دوز هذا؟ الثاني اللي باقي هو الكيل ان شاء الله باذن الله. غتبقى 1-0؟ لا 1-0 بروما ميطا، 1-0 دوز ميطا، هي دوز هي جوج الظاهر والنتيجه النهائيه كما عطيتكم ان شاء الله هي اللي كنا عطيتكم. ان شاء الله. وليد الكراكي الا ما تفتحش لهم الشاي المغاربه راه بانوا لي عازمين تبارك الله. وليد الكراكي شنو ممكن كيقول اللاعبين دابا حاليا؟ دابا وليد الكراكي كيريكيبيري في اللعابه ديالو ان شاء الله، فهمتيني؟ هذيك الساعه باش غيطلعوا بواحد المورال عالي. الاولى والاخر كاس العالم ماشي هو كاس افريقيا. دارك لا والعصا مزيان اليوم وشبعوا تما ان شاء الله. بارك الله عليك الصراحه. نتمنوا ان الشوط الثاني يكون كيف ما قلت 1-0، نتمنوا ان يكون 1-0 زاد ولا 2-0 وان شاء الله تبقى خويا راه ما عندنا نقول. الحمد لله بجاه الله سبحانه وتعالى. بس ما قالت في الوسط شي دابا راه سيرت كل من ميطا، بس ما كتسوق جوج في الوسط سيرت كل من ميطا. دابا حنا بين الشوطين وقلت بقى شي عدي زاهيه في بسبات احنا الحمد لله زاهيه 1-0 نتمنى جوج ان شاء الله. كيف كتقول كلاوي تبارك الله راه كلشي ناشط كلشي ديما ويدات ديما مغرب حاليا احنا باش الشعار المغربي سمعتيني؟ حنا ما كاين لا رجال ولاد دابا، كاين الرايه المغربيه. كاينه. كنموتوا عليها. عاش محمد السادس. وعاش ملوكنا، الله يشافي لينا ونصروا لينا. شكرا زريقه، نتمنى هذا الشيء اللي قلتي هو اللي يكون باذن الله تعالى. انا كيقول ديما راه ديما ولكن المغرب. المغرب. واحد. خاص يكون الثاني زريقه علاش لاصقه؟ راك عارف كما العادة يا السادة، هي ما كنجيبها لاصقة راك عارف، ماشي أول ماتش غنجيبو لاصقة، راه سكور إكزاكت، أما راه كيشجعوني كيقول لي دير شي قناة بقات عطينا، بقات عطينا كيقول لي عطينا النتيجات والريزلتات السكور، كنا ما كنشجعهمش، سير عبد الله سبحانه وتعالى.